يلا بينا نعمل احلى تشيكن وينجز بالباربيكيو صوص، والطريقه سهله جدا. استخدمت طبق اجنحه الدجاج من شهد وغسلتها كويس جدا ونشفتها كويس قوي بالمناديل، نقلتها في بوله بلاستيك، بعد كده ضفت عليها شويه بهارات هسيبها لكم مكتوبه تحت في الكومنتس، وده شكلها بعد ما قلبتها كويس. بعد كده هبدا انقلها في الاير فراير على درجه حراره 160 لمده 12 دقيقه، وطبعا في النص كده بقلبها تقلبتين. بص بقى على نار عاليه وهبدا اجهز الصوص بتاعي، مكعب زبده، تلت كوبايه باربيكيو صوص، وحوالي معلقتين كبار من العسل الابيض، هخلطهم كويس جدا على النار، وبعد كده هطفي عليهم. وكانت الفراخ بتاعتي خلصت، نزلت عليها الصوص اللي انا جهزته وقلبتها كويس جدا، وقدمتها مع ماشت بوتيتو، ممكن تقدموها مع بطاطس محمره زي ما انتوا عايزين. وبالهنا والشفا.